السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيام إحنا مقبلين على العيد الأضحى أو العيد الكبير، وبالتالي كتعرفوا أنه كاين رواج كتير بزاف ديال الميادين، وكاين تيفكر باش يدير شي حاجة هاد الأيام هادي باش يتحرك شوية، لكن معرفش منين يبدأ. لهذا غتكون الحلقة ديالنا اليوم هما بعض المشاريع في عيد الأضحى. بالنسبة لهذا المشروع هذا، يا إما كدير حاجة عندها علاقة بالتجارة أو حاجة عندها علاقة بالخدمات. بالنسبة للتجارة كاينين بزاف ديال الحوايج، على رأسهم أي حاجة عندها علاقة بالمضى أو بالماس. كل شيء تيحتاج للماس في هذه الأيام هذه، الجنوي ديال الذبيحة كل شيء تيحتاجه، الأغلبية تيكون عندهم، ولكن الإشكال في المضى. تيحاولوا يمضوهم، لكن دائما تيطيحوا في نفس المشكل أنهم متيتمضوش مزيان، وتيحاولوا أنهم ما يعذبوش الكبش فاش يبغيو يذبحوه، وبالتالي الاغلبيه كيضروا اولا كيفضلوا باش يمشيو ياخذوا جنويه جديده خاصه غير بالذبيح. اذا خاصك تجيب جنويات مختلفين بنوعيات متنوعه على حسب كل واحد والميول ديالو. كذلك الماس ديال السليخ، كلشي تيحتاج الماس هاد الايام هذه باش يقطعوا اللحم وباش يسلخوا به. ممكن تجيب انواع صغيره ومتوسطه وتكون كبيره شويه. كذلك الشوايات، كلنا عندنا الشوايات، ولكن الاغلبيه كتلقاها يا اما مضره يا اما تصدات ولحناها، وكاين اللي دائما خص كل عام خصو يشري شوايه جديده، يعني الثمن ديالها بين 15 حتى 20 حتى 25 درهم، ماشي شي ثمن كبير اللي تبقى محافظ عليها دائما، كتفضل باش تاخذها اذا تيكون عليها طلب. كذلك المقده، بزاف ديال الاوساط تحتاجوا المقده باش تقدر تقطع اللحم، خصوصا البلايص اللي قاطعين بحال مثلا الراس ضروري كتحتاج ليها وما كتلقاهاش. كذلك كيحتاجوا واحد الطرف ديال العود اللي كنسميوه حنايا القرطه، ما عرفتش كل منطقه شنو كيسميوه، لكن تيكون واحد الطرف ديال العود مدور اللي هو كتحط عليه اللحم باش كتقدر تقطعو. يمكن لكم تضيفوا واحد الحاجه اللي مهمه ولات مطلوبه بزاف، اللي هو المنشار. المنشار ديال اللامه اللي كيكونوا تيقطعوا به الحديد، الناس ولاو عاقوا ولاو كيستعملوه، حنا نيت كنستعملوه في الدار لانه كيقطع خصوصا العظم بواحد الطريقه اللي ما تيخليش داك التفرتيت، يعني الا ضربتي بالمقده كتولي داك التفرتيت كيخلق لك مشكله في الماكله. فبالتالي الناس ولاو كياخذوا المنشار اللي كيقطع العظم وما تيخلي حتى شي حاجه، اذا ولا مطلوب والثمن ديالو ما غاليش بزاف، اذا بزاف ديال الناس غادي يبغيوه. اللي ما بغاش يدير التجاره ديال هادشي ديال المضى وبغي يدير حاجه اخرى، كاين الفخار. الفخار مطلوب في العيد الكبير. الثقافه المغربيه كنا كنحتاجوا الفخار في الاكل اللي هو اللي كيجينا بنين، فبالتالي في قيد العيد الكبير كيكون طلب عليه كثير. والفخار جوج الحوايج اللي كيكونوا مطلوبين بزاف، اللي هما المجمر، كلشي كيحتاج المجمر باحجام كبيره، يقدر يكونوا شراوه ديجا عندهم، ولكن كيكون الاغلبيه تهرس من شي بلاصه او لا تهرس كامل، وبالتالي الاغلبيه كلشي كل عام تيشري مجمر جديد. الحاجه الثانيه اللي هي الطاجين، كلنا غادي كيكون عندنا الطاجين، لكن هذه المناسبه الفرصه باش كنقدروا نبدلوا الطاجين بطاجين جديد، او حيت كتكون العرضات كنحتاجوا الطاجين الحجم ديالو تيكون كبير. اذا المجمر والطاجين شي حاجه اللي مطلوبه بزاف في هذه الايام ديال العيد الكبير. كذلك يمكن لك تضيف حوايج اخرى، مثلا بحال الملحه او لا بحال هذوك المرصوبات البيضين ديال الكبريس اللي كيشعلوا الفاخر، او لا البلاستيكات اللي كيخبيو فيهم اللحم في الثلاجه، يمكن لك تضيفهم، وهكذا غادي تكون داير واحد التجاره اللي مربحه. من الحوايج الاخرى اللي مطلوبه في العيد الكبير اللي هو الفاخر. كما كتعرفوا الفاخر هذه هي الفرصه الوحيده اللي كيتباع فيها في السنه كامله، اذا الفاخر مطلوب، المغاربه كلهم كيشريوه، كيشريوه بكميات كبيره لانه ولاو كيتهربوا من الكوكوط ومن الطياب ديال البوطه، لانهم كيخافوا من الكوليسترول ومن الشحمه، فكلشي لجأ باش بقى يدير الفاخر. الاغلبيه تياخذوا الكيلوات، اقل حاجه كنشوف انايا هي 5 كيلو، كاين اللي كياخذ نص خنشه على حسب الاسره. اذا الفاخر مطلوب، وتيخلي لك تقريبا بين 2 دراهم حتى 3 دراهم حتى 4 دراهم في الكيلو، لانه الثمن ديالو كيرتفع في هذه الايام هذه، اذا التجاره كذلك مربحه. من الحوايج كذلك المطلوبه بزاف في العيد الكبير اللي هو الفواكه او الديسير. الناس التجؤوا للفواكه والديسير لانه هذاك هو الحل الوحيد اللي عندهم. علاش؟ اول حاجه تيتقهموا من الشحمه ومن اللحم
ومن المرقة وكيقلبوا على شي حاجة اللي بتحيي اليوم هذيك النكهة. فكانوا الناس كيمشيوا للمناضة بزاف للمشروبات الغازية، لكن تطورت الوقت والناس عاقوا عرفوا أنه نسبة السكر في هذوك المشروبات كبير بزاف، كذلك الملونات وما كاينش حتى شي فائدة، إنما بالعكس كيهددوا صحتهم للأمراض. فكلشي تلح للتيسير وتيكون مطلوب بزاف. أنا شخصيا كنت درت هذه التجارة دي في العيد الكبير، والارباح اللي خلات ليا تقريبا 3000 درهم غير في هذيك 3 ايام ديال العيد الكبير. بالنسبه للنساء كذلك كاين حوايج ممكن تحركوا فيها هاد الايام. كما كتعرفوا العيد الكبير يعني اللحم يعني الماكله، والمغاربه ما كيمكنش تكون الماكله الا ما كانش الخبز. كما كتعرفوا المخبزات اغلبيه ديالهم كيسدوا في هذوك الايام، خصوصا نهار العيد، نهار ثاني عيد وثالث عيد، ما تيبقاوش الناس الخبز. كذلك كاين اللي تيبغي الخبز ديال الدار، وبالتالي هذه هي الفرصه باش تجرو في الخبز. يمكن لكم تصاوبوا الخبز في الدار وتطيبوه وتخرجوه تبيعوه في شي كريصه او في شي بلاصه حدا يعني شي شارع، فتيكون عليه طالب بزاف. انا شخصيا شحال من فتره كنمشي بالليل كنلقاه تقادة، فكيكون طالب كبير. يمكن لكم تستغلوا هذه الفرصه هذه اللي ممكن تروجوا فيها وتستافدوا ماديا. بالنسبه اللي ما بغاش يدير التجاره وبغى يدير الخدمات في هذه الايام هذو، خصو يركز على النقل ترونسبور. يا اما اذا كان عندك شي ناقل، مثلا عندك هوندا او عندك بيكوب او عندك تريبورتور، يمكن لك تستغلوا في هذه الايام هذه لانه تيكون رواج كبير بزاف. اذا ما كانش عندك يمكن لك تكريه. كاينين بزاف ديال الناس كنعرفهم تيكريو هوندا اولا تريبورتور ب 50 درهم 60 درهم حتى 70 درهم في النهار كله. انت راه تقدر تدخل حتى 1000 درهم في اليوم الواحد. الطريقه ديال الخدمه هو كتخدم معك واحد الشخص اولا جوج ديال الناس على حسب الترونسبور الا كان عندك كبير. انت كتبقى برا ديال السوق وهما كيدخلوا لداخل ديال السوق وكيشوفوا الناس اللي بغات تمشي او اللي بغات تدي الخروف ديالها، هما تيجيبوا لك بزاف ديال الناس، وكتكون عندك غير خرجه واحده كتدخل فيها يعني 150 حتى 200 درهم في خرجه واحده، لانه كتولي كتدي بالخروف الواحد كاين اللي كيديه ب 30 درهم، كاين اللي كيديه ب 40 درهم، كاين اللي كيديه ب 50 درهم، على حسب المسافه وعلى حسب المنطقه اللي غادي تمشي ليها. بالنسبه اللي ما عندهمش ترونسبور وبغاو يتحركوا كذلك في هذه الايام هذه، يمكن لكم تستغلوا الداخل ديال السوق بكريصه. بزاف ديال الناس ما تنتبهوش لهاد القضيه هذه انها كتدخل فلوس كثيره، لكن كيحقروها لانها كتبان شي حاجه اللي قليله. غتاخذ كريصه من احسن شريها وفاش تسالي هاد المناسبه هذه، يا اما استغلها في شي تجاره اخرى او لا عاود بيعها وغادي ترد الثمن ديالك وترد الفلوس ديالك. كتدخل السوق ما يمكنش ترونسبور يدخل السوق، فبالتالي الناس كيحتاجوا اللي يدي لهم السلعه ديالهم او الخروف ديالهم لعلى برا للترونسبور. فانت هذاك هو الدور ديالك، هو كتهز خروف او جوج او ثلاثه وكتخرجهم لعلى برا لحدا السوق، يعني المسافه قليله، وبالتالي غادي تكون كتدي وكتجيب بزاف ديال الخرفان في وقت وجيز. الاغلبيه تيعطيو 10 درهم 15 درهم 6 درهم 7 درهم كل واحد بشحال تيعطي، لكن الا جيتي تحسب هادشي في النهار غادي تلقى مبلغ كبير اللي غادي ينفعك بزاف ديال الحوايج. الحلقه ديالنا سالات، نتمنى نكون عطيتكم افكار مهمه باش تقدروا تحركوا في هاد الايام هادي وما تبقاش جالس في الدار، لانك الا درتي هاد النشاطات هادو غادي تستافد جوج ديال الحوايج من غير دوك الارباح اللي غادي تدخل. الحاجه الاولى هو ان غادي الثقه ديال الوالدين غادي تكبر، لانهم غادي يشوفوا ولدهم انه بدا تيتحمل المسؤوليه وبغى يقلب على الطرف ديال الخبز كما تنقولوا بالحلال. والحاجه الثانيه هي غادي تعرف السوق وتعرف الوقت كي دايره وتعرف البيع والشراء وتشوف بزاف ديال الحوايج غتكتشفهم اللي ما كانوش على بالك، وغادي يعطيك واحد التجربه اللي ممكن من بعد تفكر باش دير حوايج اخرى.